هذا المستشفى في جانب الكرخ من العاصمة بغداد وصل إلى كامل طاقته الاستيعابية للمصابين بفيروس كورونا. زيادة أعداد المصابين التي تعلنها بيانات وزارة الصحة دفعت شبابا متطوعين من طلبة الكليات إلى مبادرة تكفلوا فيها بإعداد وجبات غذائية صحية مجانية لمرضى كورونا والفرق الصحية التي ترافقهم. احنا بدينا بالمرضى المحجورين في مستشفيات بغداد العامة حسب كتاب وزارة الصحة اللي بلغتنا به. طبعا الأكل ذكرنا الوجبات لأن تعرف هذا مريض لازم يتلقى الأكل، أكله يكون صحي خالي من الدهون والدسوم والبهارات والموالح. هذه بالدرجة الأولى. بقت عندنا كميات الأكل دزود بالزيادة مالتنا. مقترح ثاني مجلس كلية التراث أن تكون إلى المرضى وإلى الكوادر الصحية العراقية اللي موجودة، لأن تعرف هسه الآن حال الدكتور هو حال المريض، لأن بعد ما يقدر ينزل لأهله، هو هم محجور بالبيت، فقمنا نوفر له 3 وجبات ريوق وغدا وعشاء. على مدار 24 ساعة يتواصل العمل في هذا المكان لتجهيز 3 وجبات غذائية لتوزيعها ل3 مستشفيات في جانبي العاصمة من الكرخ والرصافة. أجواء حظر التجوال لم تكن عائقا أمام هذه الحملة التي تسابق فيها المتطوعون رغم صعوبة التنقل إلى تقديم ما تجود به أيديهم سواء من دعم مادي أو معنوي إلى هذا المطعم الذي تكفل صاحبه بإجور رمزية لدعم ما أسماه حملة تكافل وطنية. احنا فقط اجور المواد والاخوان الموجودين هنا، الكادر الموجود في هذا المطعم من عندي واخواني الموجودين كلهم قاموا بتطوع عملي بدون مقابل اي مبلغ بانه نوفر كافه هاي الامور، ال2000 وجبة كل يوم نوفر لاخواننا بعيدا عن موضوع الربح. اذا هذا كانت الفكره. شوارع بغداد التي خلت من روادها بزمن كورونا إلا من القوات الأمنية التي تطبق إجراءات مشددة، كان لها نصيب من هذه الحملة التي تمثل بحسب وصف أصحابها كلمة شكر وعرفان لكل من يشاركوا في الحد من انتشار الفيروس. عمار مهر، المملكة، بغداد.